أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: متى يكون الشخص مبتدعا وما هو ضابط البدعة؟ يكون مبتدعا إذا فعل شيئا يتقرب به إلى الله وليس له دليل من الكتاب والسنة. إذا أحدث عبادة ليس لها دليل من الكتاب والسنة هذه البدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.